الأخ والصديق والحبيب جوزيف خليفة. رسالتك هي رسالة محبة للناس، ورسالتك وصلت وتجاوزت الحدود والمسافات، ورسالتي لك اليوم هي رسالة محبة وشكر وامتنان على أعمالك اللي لمست حياتي وغيرتها بطريقة عجيبة ودخلت في أدق تفاصيلها فيك ومن خلالك. معرفتي فيك تتجاوز الوقت والسنين. معرفتي فيك ابتدت مع نشيد شربل سوف نبقى ونشيد الحب للسيدة ماجدة الرومي، مرورا بعبير نعمة ووصولا إلى أعمالك الخالدة والباقية في قلوب وأفكار الكثير من المؤمنين، أعمالك مع جمان مدور. على مرور السنوات الماضية كانت رسائلك الموسيقية السامية تصلني بدون حتى أن أعرف أنها من أعمالك، كنت أغرم فيها لدرجة الإدمان، وبعدها كنت أكتشف أنك أنت من لحنها. جوزيف، أنت إنسان جميل ومرهف، واللي يتعرف عليك عن قرب يعرف أن جمال أعمالك هو نابع من جمال روحك ومن جمال قلبك الطيب. وأنا أتكلم عنك يجي على بالي مقطع من ترنيمة لجمال مدور، طبعا هي من أعمالك، والمقطع يقول: يا فوق اللي نازل عندي لخلي الدنيا تشبهك. أنت خليت الدنيا تشبه يسوع، ويا ترى في أجمل من دنيا ومن عالم يشبه يسوع؟ لذلك أنت تستحق كل الشكر والتكريم والامتنان، وأنا أعرف أنك أنت إنسان متواضع وتحب أنك تعطي المجد لربنا على بركته لحياتك ولأعمالك، لكن هذا التكريم ما هو إلا شكر متواضع على وجودك في حياتنا وعلى أعمالك الروحية السامية. شكرا جوزيف، شكرا لوجودك في حياتنا، وأرجوك أنك تستمر، لأن رسالتك هي رسالة مميزة، لأن رسالتك هي رسالة سامية، لأن رسالتك هي رسالة محبة وسلام، وإحنا والعالم بأسره بحاجة لها.